قالت قوات الأمن التابعة لحركة حماس في قطاع غزة إنها احتجزت المشتبه به الرئيسي في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله قبل أن يلقى حتفه خلال تبادل لإطلاق النار مع رجال الأمن. وقال مسؤول أمني في القطاع إن قوات الأمن ألقت القبض على مسلحين اثنين آخرين أيضا. ويذكر أن موكب الحمد الله وماجد فرج مدير المخابرات العامة الفلسطينية تعرض لهجوم بقنبلة على طريق في غزة يوم 13 من مارس آذار الجاري ولم يصب أي منهما بسوء.